ننتقل للاستماع إلى كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري. انتخابات عامة بالاختصار تنفيذ آليات اتفاق القاهرة عام 2011 وملحقاته. في الشأن الداخلي توقفت الكتلة عند موضوع قانون الانتخاب. قانون الانتخابات مصرة أولا على الإصرار على التسجيل للناخبين، وذلك تسهيلا لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الآن، سواء كان في البطاقات البيومترية أو في موضوع الأوقات. هذا أولا. نحن ككتلة، وهذا ما أكدناه بموقفنا سواء باقتراح القانون أو سواء في مجلس الوزراء بالأمس وقبل، نحن مع إجراء الانتخابات وفق البيومترية، وهذا نص القانون الانتخابات على أساس المادة 84 منه التي تنص على ضرورة ذلك. ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو بإجراء مناقصة سريعة، بدلا من أن تكون عقود رضائية تثير الإشكالات وتثير الشكوك؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، إزاء هذا التخبط، ورأينا أنه بموضوع البيومترية التي هي واجب قانوني كما قلت، يعني ذلك أن على وزارة الداخلية أن تصدر للناخبين بمعدل 1,000,000 بطاقة كل شهر، 1,000,000 بطاقة كل شهر، ونحن نرى في هذا الأمر صعوبة بالغة كي لا أقول استحالة. لذلك وخوفا من أي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي أمامه كما حصل سابقا، لذلك تقدمت الكتلة اليوم باقتراح قانون معجل مكرر، سأتلوه على حضراتكم. قبل تلاوته أريد الأسباب الموجبة، انسجاما مع النية التي دعت إلى تمديد ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ 21/5/2018، والتي بنيت على أساس اعتماد إجراءات جديدة ومنها البطاقة الممغنطة، والتي كما قلت يدور الكثير من النقاش حول القدرة على إنجازها في الوقت المحدد، والتزاما بروح القانون الذي يفرض إجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الأسباب الاستثنائية التي دعت إلى التمديد لهذه الفترة، وانسجاما مع المصلحة الوطنية، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر استنادا إلى المادة 18 من الدستور والمادتين 101 و110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ونتمنى إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، واعتبار ما ورد في الأسباب بمثابة مذكرة تبرر صفة الاستعجال. المادة الوحيدة، أولا تعدل الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 44، يعني انتخاب أعضاء مجلس النواب، لتصبح على الشكل التالي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي استثنائيا بتاريخ آخر العام هذا، بتاريخ 31/12/2017، على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عنها في القانون، بعد إجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وبما يتلائم مع هذا التعديل. ثانيا، يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. هذا بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب.
بالنسبة لمواضيع النفط، تعلمون أنه يوجد جلسة تشريعية غدا وبعد غد. هذه الجلسة التشريعية على رأس جدول أعمالها القانون رقم 391، أي وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقا للقانون 132 تاريخ 2010. هذا القانون من الضرورة بمكان لإطلاق ورشة النفط، وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة أمام من يرغب في الحفر وفي الاستثمار بالنسبة لهذا الموضوع، ولكنه بنفس الوقت برأيي أنا هو الباب الذي يفتح الآن إذا كان الهدف فعلا أن لبنان يخلص من ديونه، أن يترافق هذا القانون الذي لا شك أن مجلس النواب سيعالج الأمر غدا، والذي يجب إقراره، والكتلة مع هذا الإقرار عندئذ رأينا أنه أيضا يجب أن يتبع إقرار هذا القانون القوانين التالية. أول، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، صندوق سيادي كي يتخصص هذا الصندوق لأجل سداد الدين على الأقل، أو استثمارات لأجل مصلحة هذا السداد. الكتلة وقعت قانون السيادة هذا من الزميلين أنور الخليل وياسين جابر، وغدا سيتقدم هذا القانون، قانون السيادة البحرية. القانون الثاني هو قانون الشراكة الوطنية، ستتقدم الكتلة الأسبوع المقبل في قانون الشركة الوطنية، الأسبوع المقبل ستتقدم باقتراح قانون من قبل أحد أفراد الكتلة أو أحد أعضائها الأسبوع المقبل، وبعده قانون البر، كي يلاقي البر موضوع البحر أو المياه الإقليمية. هذا ما رغبت أن أعلن عنه، آملا إن شاء الله أن نكون بهذا الأمر نخدم لبنان ومصلحة لبنان فوق كل شيء. يا دولة الرئيس، معلوم حضرتك دولة الرئيس، يعني هاي ثاني مرة بتحكي عن موضوع إجراء الانتخابات إذا مش جاهزين، بس اليوم عم بتحط القوى الأخرى أمام أمر واقع من خلال هذا القانون المعجل اللي قرر، لأنه امبارح طفق خلافا لأحكام القانون الجديد على بطاقة هوية بيومترية وليس بطاقة مغلقة. نعم، متفقين، اتفق على بطاقة ممغلطة، بطاقة بيومترية، ولكن وقلنا نحن ما فينا إلا نمشي بهذا الموضوع. ليش؟ أصلا نحن كنا مقترحينه. ثانيا إذا موجود مثل ما قلت لك هلا بالنص بالمادة 84، في ليش نخاف القانون بهذا الموضوع؟ ولكن مر شهور من وقت اللي مددنا، ليش مددنا؟ نحن مددنا بالأساس 11 شهر من شان البطاقة، ولا لا؟ طيب 3-4 أشهر مروا ما نعمل شيء، أصبح هذا الوقت محرج، والإصرار على رفض أيضا موضوع التسجيل، كل هذه أمور عم بتأخر الأمور أكثر وعم بتاخذ وقت أكثر. صرت خايف أنا يحصل ما يلي، يوصلونا مثلا لقبل 20 يوم 25 يوم من أيار ويقولوا انه والله نحن مش قادرين. المره الماضيه لما مددنا بصراحه كليه مددنا، كان الوضع الامني مختلف في طرابلس خاصه، وكتله المستقبل بشخص رئيسها اجى يطلب مني انه هذا الامر انا ماني قادر اني اعمل انتخابات الان، وبالتالي انا ما كنت مستعد ابدا اني اشتغل ضد الاعتدال. وبالاخر شو سير؟ تبنيت موضوع التمرير، كان في مبرر، اما الان ما في اي مبرر على الاطلاق ابدا. لذلك عم نقدم نحن اقتراح قانون اختصار الولايه، لانه عندما
إذا يا حكومة أنت شايفة حالك ما فيك تخلصي، ما في تبرير، ما في مثلا نحن عم نقول من هنا لآخر الشهر، ليش؟ لأنه لآخر السنة ما فيك تمددي، ما فيك تعطي وقت لحل المجلس أكثر من 3 أشهر أو أقل من 3 أشهر، هذا رسم القانون. بالقانون سيد الرئيس، يعني اليوم الواضح الموقف أنه بتقريب يعني انتخابات نيابية قبل أواخر شهر 12، في حال ما تم التجاوب من قبل الحكومة اليوم بتشوف أنه الحكومة هذا الأمر لا يعود للحكومة، هذا الأمر حل المجلس موقوف على إرادة المجلس النيابي. هذا اقتراح القانون المعجل المكرر خلال الجلسة المقبلة، مش هيدي الجلسة، لأنه مش بكرة الجلسة المقبلة. ليش؟ لأنه أنا ملتزم كلاما أمام الهيئة العامة أن لا أقبل اقتراح قانون معجل مكرر إذا أتاني على الباب، يعني إذا أتاني عشية الجلسة أو قبل 48 ساعة أو قبل 48 ساعة. لذلك ما يسري على الغير يسري على كثرتي. يعني بدون تعديل الدكتور رئيس القانون الانتخابات الذي أقر هو ذاته والبيومتري بتقولي لي شو أهمية هذا القانون؟ إذا أنا عم ساعد الحكومة. يا حكومة أنت إذا مش قادرة كفي بالبيومترية، أخذ القرار كفي بالبيومترية، بتصيري أنت عندك فرصة كل سنة توزعي مليون بطاقة بدل كل شهر مليون بطاقة، والمرة بنروح وفقا لقانون الانتخاب ذاته، بس بروح كل واحد على بلده بصوت ببلده بالتذكرة أو بالباسبور، الشيء العادي ما فيها شيء، وبتضل هي ذاتها، يعني نصوص القانون لا تتغير شيء. رئيس سؤال حضرتك، هيدا الاقتراح القانون المعجل المكرر هو فقط قانون من كتلة التنمية والتحرير، أليس من تنسيق مع كتل أخرى توافق دولة الرئيس في هذا الأمر؟ خلال الاجتماعات اللي كانت عم بتتم أكثر من كتلة قالوا إيه، إذا نحن ما فينا نعمل انتخابات على البيومتريكي الآن فليش أروح شو تقصير المهر؟ بس كان في اختلاف، شيء يقول مثلا بدي اياها لشهرين، شيء يقول بدي اياها ل4 أشهر. هون حسمناها قانونا انه هي اصولا لازم تكون 3 أشهر. حطيتوا قدامهم الامر الواقع ولا يهمي. إذن مشاهدينا استمعنا إلى كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير.